La troisième région militaire. La sixième région militaire et la quatrième région militaire. على بالكم بكون اربع نواحي عسكريه هذه بعد داخله في ترافيك واحد باش نتفاهموا ماشي القايد صالح الامريكان وما يفرزهاش ما عليناش السلاح ميشن قريحه بغل 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 انكرويابل يبعث يشري السلاح من ليبيا باه يدفنوا في بشار وهو عنده لا ترازيام ريجيون ميليتير اللي فيها البوليزاريو يعني من البوليزاريو وموريتانيا يقدر يشري السلاح كيما بغى بابسط صوبه خير من يجيبو من ليبيا لانه في ليبيا اجهزه مخابرات بزاف ويعسوا بزاف الامريكان الترك الروس خصنا نحي واحد اسمه بولفراد عبد الغني وي باين بولفراد باسكو بون دونك يبعث هو دونك راح يسوليسيتي ناس يزيد يحرق روحه مع هو بعد مع لا سيزيام ريجيون ميليتير ولا كاتريام ريجيون ميليتير وبالك حتى لا سانكيام باه يشري سلاح وشاك ريجيون عندها ديريكسيون ريجيونال لا سيكوريتي د لارمي وعندها ان سي تي اري توت ان سي تي اري شاك سي تي اري عنده ان سوكريزم مصيبه تاع اجهزة امن زيد الجدارمية الجي جي اف بالك صح ما نعرف ويحوس عليهم بتي بريا يا البارون تاع لادروك يجيبهم لك كادو باش تدفنهم وراح المشكل حاجة اخرى لي كاميرا اول مرة نسمع باللي الحدود الغربية تاعنا سيرفيونس الكترونيك اول مرة بالك سيرتان زوندروا بصح ما عندناش سيرفيونس الكترونيك سور لي فرونتيير ويست سيتي صح ان ابل دوفر كي ديفي سورتير على ليبوك دو بوتسليقا بور اون بروتيكسيون الكترونيك دو تي فرونتيير بروجي نا جامي تي رياليزي اي لو كاي دي شارج نا جامي خرج بور دوفنير ان ابل دوفر ما عليناش هذا كي كنت انا بزنس نتبع في لي زابيل دوفر باش نولي ملياردير بحكم علاقتي مع المخابرات الوغ وحاجه الكبيره المليحه العلامه زيتوت حفظه الله وارضاه اللي عنده المبايعه تاع تركيا كامام الارهابيين برو تركي يقرا في واش كتب له سي غرميت لو غران غرميت لو غران كيما الكسندر لو غران قال لهم سي غراس ا موا الحراك ما ماتوش فيه الناس غراس هو وغراس هو تامنت الانتخابات ما على بالناش باللي انت هو التوفيق نتاع 2019 راك تهضر شغل التوفيق في زمانه عجي دون شيف بصح ما حكى لنا والو على هذاك اللي لا مومي فرعون اللي ما يموتش هذاك سيدنا نوح تاع العسكر كيف اسمه هذاك تاع بن علي ما كاش هذا قرميط بونويرا قمت بالدور الرئيسي لتأمين الحراك واللي عجب المعظم المحنك السياسي المناضل العظيم زيتوت يعني اقدم مناضل على الساحه الجزائريه هو يقرا فيها فرحان امن الحراك الله اكبر نسمعوا انا شعبيه شعبي انوليو قرميت عيطوا له عند البروكورور جينيرال شكون بوخاري بور لانستركسيون تاع الدوسي تاعو ابو شجاعه يا ودي خليه لافان حط لي كومونتير تاعك نجاوبك
ترك وكيل الجمهورية العسكري ضابط سامي يعيط القرميط كمجرم متهم بقضية خيانة عظمى. وش يقول له؟ على بالك مرت بن بيشة أي صاحبة مرت تبون كانوا يبزنسوا مع بعض، وبن بيشة مرتو شيبات دي 6 ملايين على الفريجيدارات تاع ما على باليش شكون حنظلة هذا. وعلى بالك بلي وبلي وفات شربوا قهوة هو وياه، وزاد بخاري أعطاه دي سكري ديطا على شنقريحة وعلى وهددوه بالقتل وما حبش يسني رومبو، هو داولو صبعو دراع وسنياوه. جماعة نقول لكم سلمين كتفين، سلمين كتفين. ايوا سيدي، والمعلم صوت واحدة المخاف تاع النضال، النضال واحد يقولك زلزال في الجيش بالك، واحد يقولك او قايدي كيخرج وكذا او قايدي وحبوا يديروا له والاخر دار والاخر. كمواطن جزائري بسيط كي نسمع هكذا نشوف معاهم هادو بكلة اللي سميتهم مع الاول، كنعيش مع هادو حاملين نفس الجنسيه كيما انا، سي اون تورتور. بref درك نوليو للصح تاع الموضوع. دونك هذا زي طاطو جماعته بروباغندي، الفيديو السرك هذا ما خرج لحتى جهه الا عند رشاد. بref نوليو الموضوع الحقيقي. ايه وتبون وربراب من الدرج ولا تبون باش يخرج، ما انا حضرت لها كنت هز لهم الشمعه نتايا. بصح ما كان حتى كلمه على جميع سعيداني طليبه هادو لي بارون دو لا دروغ اللي كانوا يخدموا تحت يدين القايد صالح، لي بارون تاع الكاشيات بليتو. بون بريف اه ويجي الاخر يكونفيرمي زعيم المناضلين سي زيطوط، كنا نعرف كنا نعرف ولكن لم نكن نعرف انه توفيق حضر اجتماع مجلس الامن، توفيق عنده تليفون ثوريه ايه في الحبس داكور، في الحبس تليفون ثوريه تاع الروس، ايه ثوريه تاع الروس يا كافي ثوريه وموتورولا وما فيهش معاك موتور راك عند راك عند الماريكان. توفيق هذا اللي كان يقول عليه زيتوط بلي كان في الحبس وضربوه تكسرت يده وكبر يضرب فيه بالكف ويعطيه في الصبه، ما نعرف ما فهمتش مش كومبرون با، ويحضر مسلمين مكتفين. ايه وش نقريحه اسمعوا واش يحكيوا عليه على الراس المربى خلاص. قالوا وش نقريحه من اللي حكم ضعف ولا ضعيف ماشي من السن، الزوج بمرأة تانية ما نعرف وين دارت له السحور، ومجاهد قال له روح يرقي هو ما حبش يروح يرقي. هذا زيتوتي يهضر يقرا في رابور ما يحشمش.